تحية مجددة لكل مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم وحديثنا المستمر وفقراتنا المتتالية. وصلنا دلوقتي لفقرة اون فاير نيوز. نبدا اخبارنا عن منتخبنا المصري الاولمبي واللي بيقوده فنان البرازيلي روجير ميكالي، واحد طبعا من المديرين الفنيين اللي عندهم خبرات. بنامل ان شاء الله منتخبنا الاولمبي يستفيد من خبرات هذا الرجل، وكمان اللاعبين يكون عندهم الدوافع ان هم يكونوا من العناصر الدوليه فيما هو قادم من المواعيد. منتخبنا الاولمبي هيعمل ايه في الفتره القادمه؟ خلاص اتفق على المواجهة الودية اللي هتكون أمام المنتخب المغربي، وده خلال فترة التوقف الحالية. ميكالي طبعا معجب بعدد كبير جدا من اللاعبين، لازال بيتابع أداء كل العناصر اللي بيتيح لها السن أنها تكون ضمن عناصر منتخبنا الأولمبي عشان ينضم بعد كده إن شاء الله في التجمعات القادمة. منتخبنا كمان صعد للمرحلة القادمة من التصفيات الإفريقية بعد الفوز على إسواتيني بهدف نظيف كان في استاد الإسكندرية. هو راضي عن النتيجة وراضي عن الأداء اللي ظهر به مستوى الفريق ومعظم اللاعبين، ولكن اتكلم وقال ان ضياع الفرص امر هو اللي عامل له ازعاج بشان كبير جدا. الحقيقه منتخبنا ده واعد، بينضم عدد كبير جدا من عناصره كمان للمنتخب الاول زي حسام عبد المجيد، هو في كمان كوكبه من اللاعبين اصحاب الخبرات في بطوله الدوري، عناصر كمان زي كابتن محمد بركات المشرف على هذا الفريق، الكابتن وائل رياض شيتوس، شايفين حضراتكم طبعا عصام الحضري واعداده للجيل الصاعد بقى، كابتن احمد نادر السيد طبعا عنده احمد نادر السيد واحد من الحراس الاساسيين في هذا المنتخب وباقي الحراس. يعني الكاميرا كده جايبه حمزه علاء كمان حارس مرمى النادي الاهلي. كل العناصر دي ان شاء الله تدخل بسرعه في بطوله الدوري وتشارك، ويبدا كمان يبقى عندنا حراس كتير. بنامل ان شاء الله ان هذا المنتخب يكون ثمره ونواه المستقبل فيما هو قادم.